مرحبا. ولعمل السرير استعملت هذا النوع من الحشوة لحشو السرير، وإلى شريط ودانتيل لتزيين السرير، واستعملت قماش البوبلين وهو بحدود متر طول و 180 سنتيمتر عرض. ولتفصيل طبقتين للسرير، الطبقة العليا والسفلى، أثني القماش من العرض وأحدد طول السرير 87 سنتيمتر. وأحدد عرض السرير 60 سنتيمتر. بعدها أثني الطبقتين إلى النصف وأحدد مسافة 72 سنتيمتر طول، بحيث تبدأ من جهة الرأس إلى نهاية الأقدام، وأترك مسافة 15 سنتيمتر من نهاية السرير. ومن نهاية السرير، أي من مسافة 72 سنتيمتر، أحدد 15 سنتيمتر عرض من وسط السرير باتجاه الجوانب. وأفصل هذا المربع، أي مسافة 15 سنتيمتر عرض وال 15 سنتيمتر الطول المتبقي إلى نهاية السرير. ومن زاوية أعلى السرير، أحدد 15 سنتيمتر طول و 15 سنتيمتر عرض و 8 سنتيمتر من الزاوية، وتفصيل هذه المنطقة على شكل دائري. ولتفصيل زاوية نهاية السرير، أحدد 5 سنتيمتر عرض و 5 سنتيمتر طول و 3 سنتيمتر من الزاوية، وتفصيل هذه الزاوية على شكل دائري. بعدها أثني هذه الزاوية على الزاوية الأخرى وأفصلها بنفس القياس، بحيث تصبح نهاية السرير على شكل دائري. وأفصل هذه المنطقة لفصل الطبقتين العليا والسفلى. وأفصل 1 سنتيمتر من هذه المنطقة من نهاية وسط السرير. بعدها أبدأ بتحديد 15 سنتيمتر عرض من حافات السرير باتجاه الوسط، وذلك لتحديد وسط السرير.
وبعد أن انتهيت من تحديد وسط السرير إلى نهاية هذه الجهة، أقوم بتأشير وسط السرير. وهذا هو الشكل النهائي لقالب السرير من أعلى منطقة الرأس إلى نهاية الأقدام. ولتفصيل حشوة وسط السرير عندي 30 سنتيمتر عرض وسط السرير و57 سنتيمتر طول، بحيث أترك مسافة 15 سنتيمتر من أعلى وسط السرير، وأحدد هذه القياسات على قطعة حشوة السرير، أي 57 سنتيمتر طول و30 سنتيمتر عرض. وأثني الحشوة إلى النصف وأفصل هذه الزاوية على شكل دائري، أي زاوية أعلى السرير. ولخياطة السرير أبدأ بخياطة حافات السرير، بحيث أترك نهاية السرير مفتوحة. بعدها أقوم بخياطة الشريط على حافات السرير من الجانبين.
وثبت دانتيل لتزيين السرير على حافات هذه الجهة من الشريط. وبعد ان انتهيت من تثبيت الشريط والدانتيل أبدأ بخياطة وسط السرير. بعدها قم بإدخال حشوة وسط السرير. وبعد أن انتهيت من إدخال الحشوة وثبتت الحافة بالدنابيز أقوم خياطتها بالماكينة. بعدها أثبت الحشوة وأبدأ من الأعلى وأحدد مسافة 10 سنتيمتر وأقوم بخياطة. وبنفس الطريقة أحدد مسافة 10 سنتيمتر وأقوم بخياطة وسط السرير من العرض إلى نهاية السرير. ومن هذه الفتحة أقوم بحشو جوانب وأعلى السرير. وبعد ان انتهيت من حشو السرير وثبتت الفتحات بالدنابيس أقوم بخياطتها بإبرة الخياطة.
وأستعمل الشريط على حافات السرير، وذلك لخرط السرير وإقفال نهاية السرير. ومن قطع الأقمشة المتبقية فصلت مخدة صغيرة للسرير بطول 25 سنتيمتر وعرض 15 سنتيمتر، حيث أقوم بخياطة حافات المخدة وأترك جهة مفتوحة لحشو المخدة. بعدها أقوم بتزيين حافات المخدة بالشريط على شكل كسرات.